ستة وزيرات ضمن الفريق الحكومي ماشي كان شي حاجه ضعيفه، ماشي كثيره ولكن ماشي ضعيفه، يمكننا نديروا قراءه في الحكومات السابقه ولا في الحكومات المجاوره لنا وما الى ذلك، واخا يعني الدول تسعى الى المناصفه بشكل عام وكذا، فراه كيبقى تقريبا هذاك النسب يعني العدد ديال الحقائب التي تم تجديدها في الحكومه الثانيه ديال مثلا ديال كيران جات فيها 6 من ضمن تقريبا شي 15 حقيبه اللي كانت جديده او ما الى ذلك، فبالتالي ماشي احنا دائما كنطمحوا الى اكثر كنساء ولكنها نسبه لا باس بها. المعول عليه هو انا في اعتقادي المعول عليه هو الوعي والادراك ديال الاحزاب السياسيه. كنا كنقولوا في 2002 انه لا الاحزاب ولا المجتمع بصفه عامه لم يكن مؤهل بشكل كافي لتقبل المراه في واحد المجالات معينه، ما كيتصورهاش مراه غتنجح مثلا في العمل السياسي وفي العمل البرلماني. اليوم الحمد لله البرلمانيات صراحه من الاحزاب المختلفه فرضوا نفوسهم، البرلمانيات الممارسات حاليا فهاد الولايه هذه هاد 60 مراه اللي جاوا من مختلف الاحزاب كنعتزوا بهم، سواء اللي هما معانا في حزب العداله والتنميه او غيرها من الاحزاب، مجموعه منهم اللي صراحه برزوا الكفاءات ديالهم بشكل واضح. يعني ما نبغيش نقول طبعا اسماء لان ما يمكنش نقول اسماء، ولكن الاسماء راها واضحه لانها فرضت نفسها. هاد الاسماء هذه الان في الحقيقه خاص تكون جراه من طرف الاحزاب السياسيه انها يتقدموا عبر يكونوا راس اللائحه في دوائر محليه، وبالتالي غادي يطلعوا لنا هذوك النساء من الدوائر المحليه بالاضافه للجدد اللي غادي يجوا عبر اللائحه الوطنيه، وغادي بهذا الشكل هذا غيمكن ترفع التمثيليه النسائيه في المؤسسه التشريعيه. هو صراحه يعني بكل موضوعيه وبكل تجرد ما تم تحقيقه خلال هذه الحكومه الحاليه في موضوع المراه يعني جدير بالتنويه بكل صراحه، ماشي لان هذيك الحقيبه تتولاها زميله من الحزب ديالي وهي الاستاذه بسيمه الحقاوي كوزيره مقتدره، ولكن حيت فعلا تم تحقيق العديد من الامور لصالح المراه في هذه اللي عندها علاقه مباشره بهذه الحقيبه او في اطار العمل الحكومي بصفه عامه. لا يكفي ان نقولوا مثلا راحنا غنجربوا العنف ضد النساء ولا غنعاقبوا ولا غنحاربوه بدون اننا نحاولوا نشوفوا شنو هما الاسباب الحقيقيه اللي هي وراءه واللي كتكون متعدده وتختلف من مجتمع لاخر. كيمكنش نفس واحد المشكل عند واحد المجتمع نجيبوه ونسقطوه على مجتمع اخر، كل مجتمع وشنو هما الاشكالات اللي عنده، لكن يعني العنف ضد النساء هذا كاين وموجود وموجود في جميع الطبقات. تعدد الزوجات يصبح خيارا اضافيا لواحد الاسره وليس خيارا وليس مشكلا ويصبح حلا، فبالتالي هذاك الامكانيه ديال التعدد انا كنشوف بانها كتعطي الحقوق لجميع الاطراف، واللي كيبقى معني بها في نهايه المطاف هما هاد الاطراف. فبالتالي شي واحد يقول انا ضد ولا معاه، انت ما يمكنكش تكون ضد بصفه عامه، ما يمكنكش تكون معاه بصفه عامه. المبدا كمبدا، المبدا كمبدا، الا كنتي كتنطلق من مرجعيه اسلاميه كتقول المبدا كمبدا، انا ما يمكنليش نقول انه ما كاينش لان مذكور في يعني منصوص عليه في القران الكريم بصريح العباره، ماشي في شي حديث ولا شي حاجه نقدروا نقولوا نقولوا هكذا ولا هكذا، يعني هذه الامكانيه كاينه. انا واش كنقدر نمارسها ولا ما نمارسهاش، هذاك حر في اطار الحريه اللي الاسلام عطاها جميع الافراد. صراحه ماشي كندافع، يعني انا لما نقولوا مدافعه على قضيه تعدد الزوجات بهذا الشكل، انا كنقول ان هذا واحد الشيء اللي هو عادي ممكن يكون ممكن ما يكونش، كل واحد كيختاروا، هذا خيار ثالث، ما يمكنش نجاوب بجواب يعني بجواب عام حسب الحاله الا كانت الحاله تقتضي ذلك، لان كما قلت لك تدرس حاله بحاله، الا كنتي في واحد الحاله اللي بان لك بان هذاك هو الحل الانسب للحفاظ على الاسره بصفه عامه، ولانه الحفاظ على الاسره يستوجب لمسبب كذا وكذا وكذا، نختار هذا الحل. الى بان لي انه ليس هناك ليس هو الحل الانسب لن اختاره حسب الحاله. الكبده المعاوده كنقولوا بالدارجه، الكبده المعاوده، ايوا من اجمل ما يكون، يعني الحمد لله احمد الله سبحانه وتعالى، المال والبنون زينه الحياه الدنيا، أنا أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وهبني الإناث ووهبني الذكور، أشكره على ذلك ووهبني الأحفاد وأتمنى أن يهبني المزيد، وكنطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع المغاربة والمغربيات المتزوجين أنهم يكون لهم إن شاء الله أطفال ويكون لهم أحفاد، هذه من الأشياء اللي هي زينة الحياة الدنيا صراحة. أنت مصرة على يعني التحدث على الحياة الخاصة.
ايوا الحمد لله علاقه عاديه طبيعيه. هذا غير كلام صحف لا معنى له، ماشي غير مؤخرا كانت قيلت قبل حتى ان اتزوج انا والاخ الشوباني، كانت هذه المساله هذه كتبت في بعض المنابر. وعنده بالمناسبه جوج ديال الاولاد اللي في تركيا، مره كيزوجها بواحد ومره كيزوجها بالاخر، كل مره كيزوجها. هي عندها هذوك يعني زملاء ديالها في الدراسه، اصدقاء. هذا مكان لا علاقة، ما عندهاش لا تربطهم بها أي علاقة من غير علاقة الزمالة والدراسة، يعني ولا شيء غير ذلك. الحمد لله أننا نحن في حزب عدالة والتنمية، هذا المشكل بين قوسين ما مطروحش عندنا، اللهم لك الحمد. إحنا لا نفكر لا في العودة إلى البرلمان، ولا في العودة إلى الاستوزار، ولا في العودة إلى أمانة عامة إذا مشى الإنسان منها، ولا في العودة إلى كتابة محلية أو كتابة إقليمية أو أي شيء. كل شيء هذه المسؤوليات كتكون في قميصطره محدده. ف يعني الحزب الى اختارك في واحد المسؤوليه كتكون امامها، اما كتعتذر اذا كان فريمون ما يمكنلكش، اما كتقبل لان كتقول هذا تكليف خصني نقوم به. هذا الشيء اللي كاين. اليوم ماشي شي شباب كثير الله يكبرنا في طاعه الله، يعني نسبيا الشباب ماشي كاع بزاف. انا كنظن انه كاين بعض الاشياء اللي كتعطي واحد القوه للانسان بصفه عامه، وديك القوه كتخليه دائما كيشتغل بواحد الشكل معين، ويمكن ليه يمضي في الحياه بواحد الشكل معين. اعتقد ان قوه التسامح من الاشياء اللي كتعطي ربما الشباب، كذلك قوه الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، ربما كذلك حتى الزواج المبكر، يمكن حيت انا تزوجت شويه مبكر، وكذلك حتى البنيته ديالي اللي عندها الان اولاد زوجات مبكر. كان انا داك 19 سنه، نهايه 18 بدايه 19 سنه. القفطان المغربي واللباس المغربي صراحه بصفه عامه، انا كنحب كثير اللباس المغربي، الجلابه المغربيه، القفطان المغربي. ومن هذا المنبر كنحيي الصناعه التقليديه المغربيه، صناعه جميله جدا وراقيه، كنحب بزاف انا الصناعه التقليديه بصفه عامه. والقفطان المغربي ملي كتكون الفرصه باش نرتديه فكنرتديه. الجلابه المغربيه كذلك، حتى يعني ملي كانت عندي المسؤوليات سواء في البرلمان او في المسؤوليه الوزاريه، كنت كنحرص على ارتداء الجلباب المغربيه، لا سيما يوم الجمعه في رمضان في مجموعه ديال المناسبات. وكذلك كان عندي واحد الحرص صراحه خاص قبل، يعني مني في اطار في اول المشاركه ديالي الاعلاميه على الصعيد يعني الدولي قبل ما نكون في البرلمان، كنت أشارك ديك الساعة كفاعلة نسائية. كان عندي دائما حرص في هذوك القنوات العالمية أن أذهب بجلباب مغربي، كنقول أنا باش يعرفوا الناس المرأة المغربية. المطبخ علاقتي به كفاعل ولا كمفعول؟ حيت المطبخ فيه العلاقة ديالك به كفاعل وكمفعول به. علاقتي كمفعول به مشكلة، أنا يعني كنحب الطبخ المغربي بزاف، فباش يمكن ليا ناخذ منه شوية الحضر كتجيني صعوبة، كتجيني دائما صعوبة في أخذ الحضر من المطبخ المغربي، لا سيما إلا كانت شي طباخة ماهرة كتحط لك شي أكل لذيذ، أو طباخ، لأن ماشي بالضرورة تكون امرأة، أحيانا الرجال يطبخون أحسن من النساء في بعض المطاعم وفي بعض حتى في بعض الأسر. فبالتالي علاقتي كمفعول به علاقة إعادة النظر. علاقتي كفاعل كيعجبني مرة ماشي دائما، كنعترف بانه كثرة المسؤوليات ما كانتش كتخليني انني دائما نكون يعني انا اللي كنطبخ في البيت ديالي، وما كنعتبرهاش من الاولويات.